السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن ايه اكثر الاسباب اللي بتخلي الكلاب تنبح. السبب الاول التحذير. تنبح معظم الكلاب في حال شعورها بنوع من التهديد، مثل مرور شخص غريب في المنطقة الموجودة بها، استنبح لإظهار قدرتها على حماية المكان، ويكون النباح حادا وذا صوت وثقة عاليين. كما يمكن اغتنام هذه الغريزة من خلال التدريب المستمر لحماية المنزل والعائلة. الرد على الكلاب الاخرى. تنبح الكلاب في حال سمعها لنباح كلاب أخرى، يستقوم بالرد على نباح كلب آخر في نفس الشارع، وهو ما يطلق عليه النباح الجماعي، بحيث تنضم جميع الكلاب إلى النباح مع بعضها البعض. 3. جذب الانتباه. تنبح الكلاب عند رغبتها بجذب انتباه المالك أو مقدم الرعاية لها خاصة، في حال رغبتها بأمر ما مثل الطعام والذهاب للحمام أو اللعب. وأكثر سبب ممكن يهم المالك مشاكل صحية. تميل الكلاب للنباح عند شعورها بالمشاكل الصحية التي تعاني منها، ومن أهم هذه المشاكل مرض داء الكلب، هو المرض الذي يشبه مرض الخرف البشري. كده وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.